ازاي ما عرفتنيش؟ هي الناس بتنسى بعضها كده بالسهل يا ولاد؟ ولا عشان شكلي اتغير عن زمان؟ واخدة بالها مني يعني؟ أنا صحيح تخنت شوية وشعري طويل وحلويت، إنما أنا برضه شبراوي. أنا شبراوي. انساها يا شبراوي. انساها ازاي يا بت؟ ده عمري كله. أنت قلتها عندها حكمة. أنا عرفتها وهي ما عرفتنيش. بالعكس يا شبراوي، دي هي اللي عرفتك وانت اللي ما عرفتهاش. ازاي؟ هي افتكرت انك اليوم النظيف اللي كان في حياتها زمان، عشان كده لما شافتك النهارده خافت تفكرك باللي هي فيه. انا هرجع لها واتكلم معاها وناخد وندي في الكلام، وافكرها بالعباسيه الشرقيه وسور المعسكر اللي كنت بقابلها هناك. ايوه، ومشيت العصايه. عصر ايه يا راجل؟ الله، انت عايز ترجع لها تاني بعد ما كرشتك؟ عايز تهين نفسك ليه؟ اسمع يا شبراوي، الست دي لا من توبك ولا انت من توبها، دي ورده واحده ليها الف شبراوي يقطفها. ترضى على نفسك يا راجل؟ انك خلاص يا بنت. انت اسمع يا شبراوي، اذا كانوا بيقولوا في الشارع للراجل اربعه، يبقى الست اللي شفتها دي هي الخمسه. والله اسكت يا سماد، انا هاخد حاجه بره الشارع. انا عارفه. والله انا هعرف حد براني. امي يا شبراوي، هنفضل ماشيين لحد امتى؟ انا خلاص رجليا خدمت. ايه اللي غيرك كده يا ورده؟ الدنيا يا شبراوي، الدنيا يا ما بتغير. هو انت لسه بتفكر فيها؟ ما تيجي ندور لنا على حته نرتاح فيها. بقول لك ايه؟ ايه؟ ما تيجي نتجرى هنا، وان ما حدش كلمنا ادي احنا قاعدين. طب وان حد كلمنا ادي احنا قاعدين. يلا. انت ايه؟ ما بتزهقش؟ حد زهق من الطعامه دي؟ بس انا بقى زهقت مني؟ والفقر اللي الواحد عايش فيه ده؟ ما هي مستوره يا توح. ستر ايه بس اللي ينفع في الزمان ده؟ انا عايز اعيش، عايز البس ذهب واركب تمساح واسافر بالطيار. ولا عاجبك يعني زحمه المواصلات وتحكم سواقين التاكسي فينا؟ ما تستعجليش يا توح، ما الفلوس جايه كتير. امتى؟ لما المقصوص ده يشيل؟ فوزي معشمني بعمليه، اللي هيطلع منها هشتري بيت ريلا، وانا اللي هسوقها بنفسي. واكبش واديلك. عشمتني بالحلق، خرمت انا وداني. وانا اللي هلبس لك الحلق وهبطلك الرقص وهعيشك عيشه ملوكي. بنت سدعيلي. قول لي يا شبراوي، انت لسه زعلان عشان خاطر ورده؟ ورده اخساره يا زميلي، دبلت وكل اللي حواليها دبل، حتى زناتي صاحبي فك كلبشات ويخني ويهرب مني. ومصر اللي كانت حلوه لما شفتها من 12 سنه، ارجع لقاها كده ما بقتش هي يا سبيد. ده انت على نياتك قوي يا شبراوي. هي الناس على ناس ولا الدنيا على الدنيا؟ طب حد كان يصدق ان تلف الايام واهل بلدي وولادهم يجروا ورايا ويزقلوني بالطوب ويقولوا عليا المجنونه اهي؟ ولا الناس اللي نبيتونا ببيتهم واكلونا وبسطونا يهربوا منك الزناتي وتاني يوم يطردونا وعايزين يقولوا علينا حراميه؟ كلامك صح يا سبيد، اللي يسمعك ما يقولش عليك مجنون. ماني مش مجنونة يا شبراوي. انا عارف، والنعمة كان قلبي حاسس انك مش مجنون. كنت بسأل نفسي واقول ليه يا رب هي فرحانة عشان داخلة المستشفى؟ علشان هناك الاقي نومتي وخدمتي وكسوتي من غير ما حد يعايرني ويقول لي اكلناها ولا نيمناها ولا كلسيناها. اسكت يا شبراوي اسكت، ده انا همي كبير. بس يا زبيدة اسكت، انت همك زي همي. حط همك على همي، والله بنا نشتكي لامي.
ام ام بم بم ام ام بم بم. ربنا يضحكك يا شبراوي. غنيها لي تاني. ما بتطلعنا فيه ولا فيه يا اخويا. طلعت منين؟ من جنب البحر كده. بحر جنية؟ جنية ايه انت؟ زبادي يا زبادي يا زبادي. اعمل ايه بس يا بابا؟ زبادي ضاعت وزناتي ضاعت وانا بعت، يعني ارمي نفسي في البحر؟ بس انا بعرف اعوم، مش هيحصل لي حاجة. شبراوي زبادي. ايه يا زبادي دي؟ ايه مالك يا شبراوي؟ مخطوط كده ليه يا اخو؟ انت كنت فين يا بيت؟ اصل انا صحيت من النجم، قلت اروح اجيب لك يوم عشان تفطر بيها. اقعد. طب مش كنت تسجدوني كده ولا تصحيني؟ معلش حقك عليا. هو انت زعلان مني؟ طب حقك عليا. صافي يا لبن بقى. حليب يا ايش؟ خد الطعميه دي ترد الروح. شوف يا زبيدي، انا فكرت كويس. انت صحيح مش مجنون، بس لازم اسلمك للمستشفى عشان دي مسؤوليه، واروح عن البلد اسلم نفسي. طب ما تخليني معاك شويه. دي الحل الوحيد، اصل لو قعدت اكتر من كده الجيزه هيزيد. طب انا عندي فكره. ايه؟ ايه رايك ما نروح لفوزي المزيكاتي؟ يمكن يكون مسك زيناتي. لا بس اسلمك الاول، دي مسؤوليه. شبراو خليني معاك قبل ما تسلمني، اطمن عليك الاول. بس كل سلام عليكم يا سريع. ازاي الصحة كده؟ سريع صباح علي مرزاق كريم. فين؟ فين سيد فوزي؟ فين؟ زمانه في سابع ان هو مفوت عليه بعد الظهر. شفتي؟ مش قايل لك كان لازمته ايه اللف والدوران دي على الصوب؟ مش كنا ماشيين في سكتنا طوالي؟ الحق عليا اللي عايزه مصلحتك. طب لو سمحت النبي، لو جه سيد فوزي قول له بس شبراوي عدى عليه عشان يستلم زنات، ولو جه زناتي خليه يحجزه. يحجزه ليه؟ انا متفق معاه على كده يعني. يا ابني شوف لك سكه غير هنا، انتوا ناس غلابه على باب الله. سكه غير هنا يعني ايه؟ ايوه شوف لك سكه غير المنطقه دي، المنطقه دي ما فيهاش جدعانه. السكه دي بتاعتنا احنا، فيها سيكه وفيها صابه وفيها نهواند وفيها ريق. انما الجدعانه دي يا اخويا كانت زمان. يسلم فمك، غلوب تقول له في الكلام ده وما فيش فايده. اسكت يا زميلي انت، اسكت. ده الراجل ضارب لي نفسه وحالف لي انه هيساعدني. قال الحرام يحلف له جالك الفرج. وليه؟ ايه والنادي والحرام اللي هيجي له الفرج؟ يا الدنيا بالمشاقلي. طب لو سمحت قول له شبراوي هيعدي عليك بالليل عشان استلم زناتي. خلاص الميه تكدب الغطاس. انت حر. يلا يا زميلي يلا. يا اخويا عن اذنك يا سريق. مع السلامه. استنى يا شبراوي. بتضيع وقت انت جدا. ليه؟ ما عشان اسلمك للمستشفى. يا سلام، ما قدرتش على الحمار، هتيجي على البردعه. اسكتي بقى يا زبيده بقى، انا اللي فيها مكفين. ربنا يسترها معاك في التحقيق. هيسترها معاك ان شاء الله. واسمع لما اقول، اذا حد سالك ولا قال لك حاجه قول لهم زبيده المجنونه هي السبب، وقول لهم كمان هي اللي هربت الزينات، واعملوا فيها اللي انتوا عايزينه. وانا لما يسالوني اقول لهم ايوه انا اللي هربت الزينات. لا انا ما يخلصنيش. قدمي انت. هتفضل طيب ليه؟ زينات اهو. ايوه ايوه كله بيدور زي السقي. ايوه زناتي ولا يا زناتي؟ زناتي انت يالا يا زناتي، انزل يالا، انا واقف لك تحت مش هسيبك. انزل.
خليج. وقف الزلات هنا. وقف. انزل يا زلات. ايوه وقف. انا كان حاجة بوليس يفرقني. ولا يفرق البوليس. البوليس يفرق. وقف يا رايس. تعال هنا بقى. افهستك. اهو. انزل. تعال. اهو زلات اهو. يا شويش ايه. مزناتي. انا خميس يا شويش. اه امشي. ايوه انت مزناتي يا زبادي. ده طلع مزناتي طلع خميس. زبادي انت يا بنت يا زبادي. مزناتي انا غلطت فين يا فين زبادي. زبادي يا زبادي. انا كان حال البوليس يفناتي ولا يفنات البوليس. البوليس يفنات. دي عامله بتعملها برضو يا ولد. عايزه ايه يا بنت انت؟ دي عامله تعملها. عملت ايه؟ زيب صاحبك كده اهوت وتهرب منه عشان يروح في داهيه. انت مالك كده بالحاجات دي؟ انا مالي. لا اسمع لما اقول لك. انا مجنونه لكن فاهمه كل حاجه. دناتي اخذ الشيطان وارجع بقى. حرام هتودي صاحبك في داهيه. وما رجعتش هتعمل ايه؟ هشلح ولم عليك الناس. بس يا بنت المجنونه بس خلاص. طب يلا يلا وراي. يلا وراي. ها امشي. ليه كده؟ ليش يا براوي الغلبان؟ تعمل فيك الليله هو ده. زبادي يا زبادي زبادي بعت منك يا شراوي. ما شفت زبادي اللي من كفر جمعه اللي حدانه؟ ما شفتها. انا بقول كده برضه. راحت تشم هوا. تاهت منك يا شبراوي. زناتي هرب وزبده تاهت. ده انت مش قد المسؤوليه يا زبادي. ولا زنازي هتروحي فين دلوقتي؟ قهوة تعمل ايه؟ انت ست هتفضلي مستنية هنا لامتى؟ أي خدمات أقدر أعملها لك؟ أنا مستنية شبراوي. شبراوي مين؟ العسكري شبراوي، كان جاي معايا من البلد وتاه مني. أنت ليكي معرفة في مصر؟ أبدا ماليش حد. إيه ولي؟ أني أعرف طحى الغزية وفوزي مزيكاتي، هما ساكنين كده في شارع كله مزيكا وطبل وزمر وفراح. آه شارع محمد علي. محمد علي. شارع محمد علي. طب استنى انا اشوفك توصيل ما تعيطيش. ربنا يخليك يا بهوي علي مرات. شوفك توصيل بعد ما تتم